دقيقة في المباشرة. هي برافو عليك كسر عرش هنا، خطأ كان من الحارس محمد أمين البرقاوي. ماذا يقول الحكم؟ مطالبة بركلة جزاء. ما عرفتش يعني واش كان بالفعل حوار بين الحكم المساعد وحكم الساحة من خلال تأكد. أي 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 كنظن خارج 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 مساحة العمليات. أقول هو تحمل فيها كامل المسؤولية. ما كيناش هناك ركلة جزاء لفائدة فريق اتحاد طنجة. أكيد الحكم ما كانش القرار ديالو سليم في هذه اللقطة هذه. يعني من باب الحياة التطلع وانتظار والأضواء الكاشفة تسلط على الملعب فرصه.